شاب تم عرسي بعد العيد تقريبا بشهر شهرين كنت بجهز في الشقة ونتشارك في هذه الأمور والحمد لله رب العالمين. الليلة بعت لها شيء مأوينك بتحكي لي هايني صار القصف بحكي لها تخبي الرسالة ما وصلتش تمام الحمد لله رب العالمين صاروا يطلعوا للشهداء وطلعوا الشهداء. المهم روحت بتفرج بدي أودعها لقيتها بتضحك قلت والله انك انت احسن مني وعشان الحمد لله رب العالمين ان اللي لو انا رجعون ابا امرنا والله مبسوط والله الحمد لله يعني شهادة ونلتها وبتسم وبكفنها ماخذة 70 من اهلها يعني انا اول واحد ايش مزح وبدها تكون باذن الله باذن الله سيدة حور العين ان شاء الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين على كل شيء. صار لي سنتين ونص خاطر دكتورة اسنان اخذت العبوة تاعتها الحمد لله بتمهم عندي تذكار. السلام عليكم ورحمة الله. اعمل لي السد الثاني والنبيين يا ارحم الارحمين يا الله اللهم ثبتها عند سوان اللهم ثبتها عند سوان لله والصلاه والسلام على اشرف النبيين المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.